سلام وطمأنينة وهدوء لجميع مشاهدي أكسجين. اليوم نتكلم على احتمالية حرب نووية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. النهاردة هنتكلم على إيه إمكانية هذه الحرب في ظل المعطيات الموجودة على أرض الواقع، وبالأخص على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومدى تقدم روسيا وانفعالات ورد فعل العالم وبالأخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بس قبل ما أتكلم على أجواء الحرب، عندي خبر كويس بيخص أونتاريو وكندا. النهاردة الطب دكتور بتاع أونتاريو قال إن هيكون شيل الماسك أو الكمامة إن شاء الله هيكون على آخر هذا الشهر. ويعني بنتكلم وبنقول لو هو الأرقام كلها ماشية بهذا التسلسل العظيم والمتقدم، يبقى على آخر الشهر إن شاء الله هيبقى الوضع يرجع من غير كمامة، ونقدر نخش كل الأماكن عادي خالص، وتبتدي ترجع الحياة تدريجيا إلى طبيعتها ما قبل مارس 2020. زي ما حضراتكم عارفين إن العالم لسه ملحقش يشم نفسه من انه يخرج من الكوفيد، وبيخش على حرب احتماليتها انها تكون معقدة. في احتمال طبعا ان الموضوع تطور، ولكن نشكر ربنا حتى هذه اللحظة الموضوع تحت السيطرة، ولكن قلوبنا مع الشعب الأوكراني. والسبب فيروس كورونا، أول مشوار عالي ناوي هنزل آكل في مصراوي. لما يكون اليوم اجازه والصحبه حلوه وممتازه والقعده ناقصها مشاوي، يبقى نطلب من مصراوي. من بعد مذاكره الاونلاين ومشروع جد ومشروع فاين، محدش فاهم كله فتاوي، نعوضها باكله مصراوي. من بعد الورك فروم هوم دوشه وزني طول اليوم، ميتنج يدخل فيه رغاوي، يبقى ناكل من مصراوي. النهاردة عايزين نتكلم على موضوع تطورات الحرب اللي بتحصل في أوكرانيا وروسيا، وإيه الوضع اللي فيها، وده هيأثر علينا إزاي. ليه احنا انا مركز على موضوع اوكرانيا وروسيا؟ لان هذه الحرب ممكن في اي لحظة توصل لنطاقها اللي مش بس اوروبا ولا اسيا، لا ده كل العالم، كندا هنا، وطبعا امريكا والشرق الاوسط. والشرق الاوسط ليه دور فعال هنشوفه في هذه الحلقة. ولو لا قدر الله حصلت اي مناوشات نووية، احنا هنكون في خبر كان ربنا ما يسمح. لكن المؤشرات اللي موجودة على الحرب دلوقتي، وإيه تطور تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا، إلى أي مدى تطورت روسيا في أوكرانيا. زي ما حضراتكم شايفين كده، أوكرانيا دي الحدود البيضة بتاعتها كلها، وإن المناطق الحمراء أو الطوبي دي هي مناطق احتلتها روسيا. هذه المناطق لو تلاحظوا هنا اقليم لونسك ودونستك، دول اللي كان قبل الحرب مباشرة روسيا اعلنت انفصالهم وبقوا دولتين مستقلتين، وبالتالي استخدمتهم في الهجوم على اوكرانيا. وطبعا هنا الجزء الجنوبي ده اللي هو خيرسون، ده لسه من يومين ثلاثة لسه روسيا محتلة. والكريميا دي بقى ليها قصة من 2014، ان روسيا دخلت في 2014 هذه المنطقة وخدتها، ويعني زي ما تقولوا كده تواجدت فيها بصورة دائمة، وخلتها منفصل عنها وليها حكم ذاتي، ولكن طبعا تابعة لروسيا. منطقة كريميا أو القرم المشهورة بالقرم في لغتنا العربية مهمة جدا واستراتيجية. ليه؟ لأن ده المنفذ الهام جدا لروسيا، لأن روسيا ما تقدرش إنها أو ما عندهاش مواني بحرية
تقدر تصدر بيها تجارتها او تستورد بيها التجارة برضو بتاعتها زي القرم، لان منطقة البحر الاسود دي مش بتبقى فعالة جدا لانها من في الشتاء بتكون متجمدة لمدة 4 شهور، ولما بتكون متجمدة ل4 شهور طبعا دي مشاكل في التجارة ممكن تستحملها، ولكن استراتيجيا وعسكريا انك ما عندكش مواني تقدر تحارب بيها اي حد جاي لك من البحر الاسود طبعا، او تقدر تعمل مناورات او تصد هجوم في 4 شهور دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فعشان كده القرم اول حاجة عملتها روسيا تأمن بيها حدودها وتأمن بيها تجارتها عسكريا واقتصاديا، لها اهمية كبيرة جدا. وراحت دخلت من هنا من عند كاركييف او خاركييف زي ما بيقولوا، وخدت الجزء الشمالي من هنا، ولو تلاحظوا هي قريبة جدا من كييف، بس الحتة دي قريبة من بيلاروسيا، لبيلاروسيا تابعة، هذه الدولة تابعة جدا وموالية جدا لروسيا، فاستخدمتها روسيا علشان تعمل الهجوم بتاعها وتحاوط أوكرانيا من هذه الأمور. بس خلي بالكم، بصوا هم على بعد قد ايه من كييف العاصمة، و المناطق اللي هي معمولة بالأبيض والأحمر دي هي مناطق يعني تقدم فيها القوات الروسية وبيحصل النزاع عليها، ولكن القوات الروسية دخلت هذه المناطق وبتحاول انها تسيطر عليها. يبقى من هذه الخريطة مهم جدا نعرف ان ابتدت من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، ابتدت روسيا تحتل هذه الاماكن علشان تسيطر عليها، وفي نفس الوقت الشمال ده قريب من كييف، ولو خدت كييف اعتقد تقدر انها تسقط الحكومة الاوكرانية والرئيس زيلينسكي اللي موجود. عايز برضو اقول ان هذه هذا التقدم العسكري الحقيقة قوبل برد فعل كبير جدا عالمي. خليني اقول لكم ما هو رد الفعل السياسي والاقتصادي على اللي حصل في اوكرانيا. بصوا يا جماعة، في مشكلة كبيرة جدا بتحصل دلوقتي لروسيا. المشكلة اللي بتحصل دي هي انهم بيحاولوا انهم يضغطوا على روسيا اقتصاديا بدل ما يخشوا حرب في مواجهة مع روسيا. طيب ايه هي الضغوطات الاقتصادية اللي اتعملت على روسيا؟ 3 صور للضغط الاقتصادي. اول حاجة تجميد اصول، تاني حاجة منع الاستيراد والتصدير من روسيا، تالت حاجة تغيير النظام المالي او استبعاد روسيا من النظام المالي العالمي اللي هو السويفت. خلينا نتكلم على النظام تجميد الاصول. يعني ايه اصول؟ يعني ممتلكات روسيا سواء الحكومة او رجال الاعمال. يعني هي روسيا الحكومة بتمتلك حاجات في دول او اصول في دول تانية. تعرفين ان الدول ممكن تشتري سندات، ممكن تشتري بعض المشروعات او بعض الممتلكات والاوقاف اللي بتبقى تبع الدولة، كل ده اتجمد، وده طبعا في مشكلة كبيرة جدا لان الحكومة الروسية بيكون ليها سندات ومحطوطة على البورصة، والكلام ده بيوقف كل التعامل العالمي على روسيا، ودي حاجات بالمليارات. الجزء الثاني تجميد أصول المليارديرات الروسيين. وهنا أنا هقول مثلا زي مالك تشيلسي، وفي برضو رجال أعمال في أمريكا كتير وبيمتلكوا مشاريع ضخمة كبيرة على في جميع المستويات وبالمليارات. كل هؤلاء الأشخاص دول اتجمدت بيها أصولهم وما يقدروش يتصرفوا في أموالهم مرة تانية. في الحقيقة هذا البعد أو تجميد الأصول لرجال الأعمال هم في الحقيقة ليه بعد سياسي خطير جدا، وهو إن المجموعة بتاعت رجال الأعمال المليارديرات اللي بتقدر ثرواتهم بالـ20 والـ25
والتلاتين مليار وأكثر. في الحقيقة دول بيمثلوا قوة كبيرة جدا في صنع قرار في روسيا. وعلشان بوتين في سنة 99 يقدر ان هو يكون رئيس وزارة وبعد كده يبقى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، لازم كان يتصالح مع هؤلاء رجال الأعمال اللي معظم الاقتصاد الروسي في ايديهم. وطبعا العلاقة القوية ما بين هؤلاء رجال الأعمال اللي بيسموا بولوجاريا، البولوجاريا هي مجموعة رجال الأعمال اللي بيتحكموا أو ليهم نسبة كبيرة في الاقتصاد الروسي. كل هؤلاء لما تجمد أصولهم ومبقوش عارفين يعني يتصرفوا في أموالهم ولا ثرواتهم ولا مشاريعهم، طبعا ده بيولد سخط على النظام الروسي وعلى الرئيس بوتين ويحطه في حرج. ولكن أنت بتتعامل مع رئيس في منتهى الذكاء، في منتهى الذكاء، يعني قبل ما تحصل الحرب راح جمعهم وقالوا انتوا تتوقعوا كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا هندي لكم اسواق بديله في الصين وفي الهند و و و و و على اساس ان هم يمرروا المرحله دي. وقال لهم انا ما عنديش خيار غير ان انا اخش الحرب واحنا كلنا لازم ندفع فاتوره هذه الحرب. وفي هذا الموضوع طبعا اثر كتير جدا جدا، او هذه اللقاءات اثرت في الضغط ناجم من البلوغاريا على الرئيس بوتين وتفهموا الموقف بتاعه. طبعا وبالنسبة للنظام المالي، فالنظام العالمي خرج روسيا من نظام سويفت. السويفت ده، السويفت ده هو انه حضرتك علشان تبعت فلوس لاي بلد تانية لازم يخش عن طريق نظام السويفت العالمي، بحيث ان البنك بتاعك يدفع الفلوس لنظام السويفت ده، فبيتعرف على البنك وبيتعرف على حسابك ويتأكد انهم اساسيين ويروح واخد منهم ومدي للبنك اللي في اي دولة في العالم. وبالتالي الاستيراد والتصدير وكل المعاملات المالية بتتم عن طريق هذا السويفت. منعوا اي حاجة من روسيا انها تخش في السويفت، يعني منعوا الاستيراد والتصدير وكل ما هو له علاقة بالمعاملات المالية مع دولة روسيا في هذا النظام. فببساطة راحت روسيا عمل دخلة في نظام تاني مشابه وموازي للسويفت، نظام صيني على أساس هي اللي هتتعامل معاه. طبعا ده بيخفف، ولكن كل العالم بيستخدم نظام السويفت، لكن أوروبا وأمريكا عايزة تضغط عليه اقتصاديا ودبلوماسيا تجنبا لمواجهة مباشرة مع روسيا. زي ما قلنا أسباب الحرب في روسيا هي أنها بتأمن حدودها، لأن دخول أوكرانيا اللي جوه تعتبر جوه روسيا بيدي الحق لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أنها تحط منصات وقواعد عسكرية وقد يكون بيها رؤوس نووية تدمر بيها روسيا، وده اللي ما سمحتش بيه روسيا. عشان كده لما لقت ان الرئيس الاوكراني غير موالي لروسيا فخدت هذه الخطوة. السؤال اللي بعد كده، هل اكتفت اوروبا وامريكا بهذه الضغوطات المالية؟ لا، في الحقيقة ابتدوا يمنعوهم رياضيا وفنيا، يعني قالوا ما فيش روسيا في كاس العالم لكرة القدم، ففي يعني من السخرية ترد عليها بوتين، يعني طبعا دي مجرد نكتة مش حقيقي. فبوتين قالوا انتوا بتطلعونا من كاس العالم، طيب انا بقول لكم ما فيش عالم اصلا على اساس انها تحصل حرب نووية، ربنا ما يسمح، هي نكتة بس يعني ما تقلقوش. بس يعني حاجات كتيرة جدا اتمنعت منها روسيا، حاجات الافلام بتاعتها اتشالت من السينمات لو ليها افلام في اوروبا وفي امريكا وكندا هنا. الحقيقة برضو حاجة قاسية جدا، منعوا مسابقة جمال القطط الروسي انها تخش في مسابقة جمال القطط. يعني بقول لكم على جميع المستويات هم بيحاولوا يزنقوهم. لكن قبل ما اخش على السؤال التاني، طب يا ترى
أوكرانيا عاملة إيه؟ في الحقيقة أنا لازم من يعني لازم أقول ربنا يكون مع في عون الأوكرانيين. الحرب صعبة، الوطن لما ما يكونش آمن أو موجود أصعب شيء في الوجود. كنت زمان بيقولوا نحب الوطن، نحب الوطن، يعني إيه وطن؟ الوطن يعني بيتك، يعني أهلك، يعني كل المكان أنت تمشي في الشارع وتروح لشغلك ده وطن، أنك أنت تروح تخش الجروسري ستور وتشتري اللي أنت عايزه وتجيب على مزاجك اللي أنت عايزه ده وطن. ده أنك أنت تخلي أولادك يروحوا ويجروا وينبسطوا ويتفسحوا ويصيفوا ده وطن، لكن كل ده تشال. أنت دلوقتي في وضع يا تلاقي أكل يا ما تلاقيش. لو حد بيتابع منكم الناس العائدين من أوكرانيا زي الطلبة المصريين، لا هو كانت المسألة مش لاقين لا أكل ولا شرب ولا مواصلات، وفي ناس بس أنا كل أملي في الحياة أن أنا أوصل على الحدود الرومانية سليم من غير ما أموت. This is very difficult. ده حاجة صعبة جدا. عشان كده بنقول نحافظ على أوطاننا، ودايما هنا في من أكسجين بنتكلم. لو في حد ابتدى يلعب أو ما يحافظش على الوطن أو يلعب في الثوابت بتاعة الوطن بنهاجمه بشدة أيا كان، سواء أنا بشجعه أو ما بشجعوش. واللي بيعمل حاجة كويسة لكندا أو لمصر أو لأي دولة عربية بنسقف له، بنقول له برافو عليك. وبيهمنيش، ما بيهمنيش انتقاد أي حد، ولا بيهمني أنا منتمي لأنهي حزب. وأنا قبل كده شكرت رئيس الوزراء جاستن ترودو اللي أنا حزبيا لا أؤيده، ولكن شكرته أكتر من مرة على موقفه في رفع القيود الصحية على مصر بعد ما خدوا القرار ده غلط، وشكرته في أول الجائحة بتاعت الكورونا لما عمل وقعد الناس في بيوتها وإدها مساعدات مالية وشكرته. ولكن طبعا يوجد متصيدين وهم بيشوفوني دلوقتي مستنيني على غلطة، يمكن علشان هم بيحبوا انهم يصطادوا الناس او يصطادوا غلطات للناس، ما عندهمش حاجة، مش ناجحين كفاية علشان يشوفوا الكويس والوحش. ولكن انا ما بيهمنيش كلام دول على جنب، وبقول اللي انا شايفه صح، وبقول من المصادر اللي انا واثق منها ايا كان. فانا بقول الاوطان دي غالية جدا جدا جدا، وحالة الاوكرانيين صعبة جدا صعبة، وربنا يكون معاهم ويأثر هذه الأيام الصعبة جدا. كان لي اتصال مع شخص كندي، صديق كندي لي أصول سلوفاكية، فبيقول إن الوضع في سلوفاكيا إن في لاجئين كتير جايين طبعا من الحدود الغربية رايحين على سلوفاكيا. خلينا نرجع للخريطة تاني. مفروض سلوفاكيا هنا الحتة دي كلها اللي هي في الشمال، في أقصى الشمال دي بيكون عليها توافد من الأوكرانيين هنا. فطبعا المشكلة بقت كبيرة شوية عند الناس دي لأنهم محتاجين يتسكنوا. والسؤال كم أوكراني فر من بيته؟ على حسب وكالات الأنباء 10 مليون، 4 مليون منهم أصبحوا لاجئين في دول أخرى، 10 مليون فروا من أوكرانيا، خرجوا من بيوتهم ومش عارف ما لهمش مكان في الشوارع أو لاجئين في البلاد 4 مليون. ودي أرقام أتوقع أنها تزيد بدخول روسيا كييف كمان، دي هتبقى مشكلة. باي ذا واي روسيا ضربت الإذاعة والتلفزيون، البث الإذاعة والتلفزيون الأوكراني في كييف، وهي لسه ما دخلتوش علشان توقف الحملات اللي بتعملها ضدها. في الحقيقة وضع صعب، وضع يعني يؤدي إلى مأساة حقيقية، والجو برد جدا هناك مزود الصعوبة بتاعة اللاجئين اللي هم ملهمش أي ذنب، الطفل ولا الرجل العجوز أو الست العجوزة أو الإنسان المسلمة أو الإنسان المسالم ما عملوش أي حاجة في دنيتهم.
علشان يحصل فيهم الكلام ده. طيب الوضع بالنسبة للحرب النووية. في الحقيقة موضوع الحرب النووية ده هقول لكم السيناريوهات اللي موجودة دلوقتي. رئيس بايدن الأمريكي اللي بحمله كتير ان هو السبب هذه الحرب، لان لو كان عامل حساب هذه اللحظة يقدر باستراتيجيات معينة ومعاهدات واتفاقيات معينة بينه وبين روسيا يقدر يوقفها زي ما عمل ترامب، وكان ناجح جدا جدا في هذا الموضوع. وزي ما قلت لكم ترامب قال لو انا كنت موجود مفيش حرب اصلا، لكن طالما روسيا دخلت خلاص اوكرانيا كده يعني اتخذت من روسيا وده وضع صعب. طيب ايه احتمالية حرب؟ هقول لكم شوية انباء علشان ايه احتمالية حرب نووية. هقول لكم شوية اخبار كده او معلومات وبعد كده نشوف نشوف اللي بيحصل. اول حاجة دلوقتي ان روسيا هددت امريكا والاتحاد الاوروبي اي حد هيجي يقرب من اوكرانيا انا هضرب نووي، وعمل رهط يعني طابور طويل وصل لستين كيلو بيدخل معدات يقال ان فيها رؤوس نووية على داخل اوكرانيا. عملت ايه بقى امريكا؟ راحت مسكت الدول اللي حوالين اوكرانيا وراحت نشرت فيها حاجتين، اسلحة وجنود. يمكن صديقي اللي من سلوفاكيا من اصول سلوفاكية قال ان متواجد عندنا جنود امريكيين كثيرين على الحدود. طيب ايه القصة في الموضوع ده؟ القصة معناها كالاتي، والرسالة بين بوتين والاتحاد الاوروبي وامريكا كالاتي: هتخشوا طالما جوه اوكرانيا محدش ليه دعوة بيا، هما بيبعتوا سلاح بيضغطوا اقتصاديا كل الكلام ده مش هيأثر على الدخول في اوكرانيا او الاستمرار في العمليات العسكرية. ولكن امريكا قالت له لو انت تعديت اوكرانيا احنا موجودين واحنا كده هنحارب، لان الدول اللي حوالين اوكرانيا كلها مشتركة بالناتو. يعني لو انت مثلا على بوليفيا او بولندا، سوري لو على بولندا يبقى انت هجمت على بولندا انت بتهجم على امريكا شخصيا وكل دول الناتو. وبالتالي اللي هيقرر اذا كان في حرب نووية هتحصل ولا لا هو قرار بوتين ان هو يمتد في الحرب بتاعته الى ما بعد حدود اوكرانيا. لكن اوكرانيا سايبينهم، بيدي لهم سلاح وبيدي لهم معدات وبيعملوا شوية ضغوطات اقتصادية، وبالتالي روسيا مش هتتراجع بهذه الامور، لان الكلفة بتاعت رجوع الحرب خسران اكثر بكثير 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 لا تقارن من ان هو يعني ان هو يتراجع او يعني من الاقتصاديات اللي هم حاطينها او العقوبات الاقتصادية. طيب هل بوتين ممكن يحارب بره اوكرانيا؟ في قصة مهمة لازم تتقال. لو بوتين عنده نزعات يعني نقول نزعات توسعية او عنده ايجو ان هو يبقى امبراطور روسيا الجديد زي ما كانت قامت الحرب العالمية الثانية، فهنا في مشكلة. لو هو بيأمن بس يعني بيأمن حدود دولته روسيا الاتحادية فهنا ما فيش مشكلة. طيب هل ممكن امريكا او الاتحاد الاوروبي يستفزه علشان يخش في حرب نووية؟ هو هيستفزه علشان عارف ان هو مش هيرد بحرب نووية، بس من يتوقع الرئيس الروسي الداهية في الذكاء بوتين؟ حدش يقدر يتوقع. وبالتالي ان الامور بالنسبة لنا احنا في وجهة نظري الضعيفة من قراءاتي للاحداث، طالما الحرب جوه اوكرانيا مش هيحصل اي خطر نووي. طيب لو الامور تعدت بره الحدود الاوكرانية فهنا تكمن المشكلة ويكون الحرب النووية. طيب يعني ايه حرب نووية؟ الحقيقة انا مش هشرح كتير، بس يكفي اقول لكم ان 10% او اقل 5%
من القوة النووية عند أي دولة من أمريكا أو روسيا كافية لتدمير الأرض تماما. وعلى أحسن تقدير سوف تمنع الشمس لمدة 10 سنين على الكرة الأرضية من الغبار المتسبب من هذه الانفجارات، وهتبوظ معها حاجات كتيرة بقى، الحياة الاقتصادية والزراعية والسمكية والكلام ده كله. فول ستوب. ومش عايز أطول في الحتة دي لأنها إن شاء الله مش هتحصل ولا هيكون في أي يعني مش هيكون إن شاء الله هذه المشاكل، لأن ما أعتقدش إن في حد عايز يهدم نفسه بنفسه، دي حاجة هتكون صعبة جدا جدا. طيب يعني إن شاء الله المواضيع يعني تتلم داخل أوكرانيا. ما عنديش تفاؤل قوي إن روسيا هتخلص الحرب وتمشي دلوقتي، هي مش هتخلص الحرب إلا لما توصل لأهدافها، وبالتالي موضوع أوكرانيا هياخد وقت، كان مفروض ياخد وقت أقصر، مفروض ياخد وقت أطول، بس يعني هو الأمور يعني إن شاء الله تخلص بوضع في أوكرانيا، وبعد ما الروس ياخدوا اللي هم عايزينه من أوكرانيا يقعدوا على طاولة المفاوضات وتتقسم أوكرانيا، تتاخد كلها لروسيا، يغيروا النظام والحكومة، فده حاجة تخص روسيا وهذه المنطقة. لكن لو حصلت لا قدر الله امتداد الحرب لخارج حدود أوكرانيا، وده أستبعده، لأن ما فيش حد غبي عايز يهد نفسه ويهد اللي حواليه، إلا لو يعني ناس أغبية، ما أقدرش أقول حاجة عليهم غير أكتر من كده. أتمنى أن يكون اديت تحليل واضح. لو في أي أسئلة أنا تحت أمركم، أحب أن أنا أتعرف عليها وعلى قدر الإمكان أجاوبها من مصادرها. وطبعا بفكركم بمسابقة أكسجين كندا نيوز أو أكسجين شخصية العام، اللي هي بتتكلم على الشخصيات الكندية من أصول عربية اللي ساهمت في بناء كندا والمجتمع داخل كندا سواء العربي او الغير العربي. احنا بنعمل صفينا 12 شخصية من عشرات الشخصيات اللي تقدموا، والحقيقة جاري الان التدقيق في وضع مين هو شخصية العام من قضاء على مستوى عالي جدا، وبنعد لحفل مهيب. ولما اكسجين تقول مهيب يعني مهيب، يعني حقيقي حاجة هتكون ضخمة جدا علشان الاحتفال بالحلو اللي فينا. هذه المسابقة ليس لها اي هدف الا ان انا ابروز الحلو اللي فينا واحط واقول هايلايتس لينا وللاجيال اللي بعدينا تشوف وتقلدهم. اشكركم جدا، وسلام سلام سلام.